السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا لاباس، تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم نعطيكم الفكرة نتاع لي كوفر كانابي. كاين بزاف الأخوات كي درت لكم وسادة الديكور، كاين بزاف الأخوات اللي قالوا لي ديري لنا طريقة تاع خياطة كوفر كانابي، لكن شريتهم وواجدين. لي كوفر كانابي راهم ينباعوا في جميع المحلات، المحلات اللي يبيعوا لي كوفر كانابي، اللي يبيعوا الافريشه كيما الريدويات كيما لي طابي كيما لي ناب كيما هاد المحلات اللي تلقاو فيهم يبيعوا لي كوفر كانابي. شريت لي كوفر كانابي اللي شريتهم انا، شريت تاع 5 بلايص، كاين تاع 5 بلايص كاين تاع 7 بلايص. بشحال شريتهم؟ شريتهم 480 الف، ونتاع 7 بلايص يديروا كاين المحلات. لما تمشيو نتوما تشريو في المحلات لازم تحوسوا المحلات، ماشي تمشيو عند محل وتشريو. كاين اللي يبيعهم 600 الف، كاين اللي يبيعهم 700 الف، كل واحد وكيش يبيع. التلبيسه تاع الكوفر كانابي يجيو شابين، يكون عندكم كانابي قديم ترجعوه جديد، والقماش تاعهم شباب، تجيبوهم واجدين احسن من اللي تخيطوهم. القماش تاعهم شوفوا، القماش تاعهم يجي كي بيزو بيزو، لكن يجي غليظ. هنا نديرو التلبيسه تاع الكوفر كانابي تاعنا، وكاين الالوان تبغيو الوان، كاين جميع، المهم كاين جميع الالوان. انا عجبني هذا اللون، قلت لكم تشريوهم احسن من اللي تخيطوهم. لو كان انت تخيطوهم ما تلقاوش القماش كيما هذا، القماش تاعهم شباب، وعندهم شوفوا دايرين لهم هادو باش تقبضوهم، باش كي تلب ديروا التلبيسه تاع الكنابي تاعكم تقبضوهم بهذوك دايرينهم باش نقبضوا بهم، باش الكنابي تاعكم الغطان تاع الكنابي ما يبوجيش. هاي جايين كيلبون، جاي الرطب، لكن يقبضوا الكنابي. كملنا التلبيسه تاعنا تاع الكنابي، الكنابي تاعنا شوفوا يجي شباب، كنابي قديم ترجعوه جديد. الوسادات نتاع الديكور يجيو شابين في الكنابي تاعنا. اللي مازال ما شافش الفيديو نتاع الوسادات تاع الديكور نحط لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. ان شاء الله تستفادوا من هذه الفكره اللي درتها لكم، ومع السلامه، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.